كشف عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة أن 13 شركة تقوم بعمليات التنقيب عن البترول في المغرب، وأشار الرباح أن التنقيب يجري على مستوى منطقة الغرب والصويرة، وأن الغاز المستكشف في منطقة تندرارة سيؤمن للمغرب 30% من استهلاكه من الغاز. وأوضح الرباح في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين أن الحكومة ستدفع باتجاه أن جميع المشاريع الكبرى بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة والمعادن يجب أن يكون لها أثر على المستوى المحلي وعلى الساكنة. من جهة أخرى أكد الرباح أن مجموعة من المؤسسات والشركات في المغرب بما فيها المركب الشريف للفوسفات يستعمل الطاقات النظيفة وكل ما هو نظيف في أنشطته. وفي شق آخر أكد عزيز الرباح نجاح الحكومة في كسب رهان كهرباء العالم القروية قائلا: وصلنا إلى نتيجة محترمة بعد 30 مليار من الاستثمارات مكنت 12.7 مليون نسمة من الاستفادة من الكهرباء. هرب زعيم مافيا البوليساريو إبراهيم غالي مؤتمر الجبهة إلى تفاريتي بعدما فقد إجماع عناصر المافيا التي يتزعمها بتندوفة بسبب حالة الخنق والوضعية الأمنية المهزوزة التي يعيشها المحتجزون داخل مخيمات تندوفة وتصاعد الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية واعتقال الأصوات المعارضة والتنكيل بها. وتغاضى زعيم عصابة إبراهيم غالي عن التعاطي لأكثر الملفات حساسية في الفترة الحالية، ويتعلق الأمر بملف المئات من الصحراويين والموريتانيين الذين مرس عليهم مختلف أصناف التعذيب الوحشية بسجن الذهبية السيء الذكر. ولم يخصص غالي أي شق من كلمته الموجهة للندوة التحضيرية لمؤتمر الجبهة 15 المزمع تنظيمه ما بين 19 و23 ذو جنبر الجاري بتفاريتي أمس الأحد بعدما فضح مئات الضحايا عن ما تعرضوا له من انتهاكات جثيمة في مجال حقوق الإنسان على يد قيادات معروفة بعصابة البوليساريو في فترة السبعينات والثمانينات، حيث حازوا تعاطفا كبيرا من لدن الرأي العام والذي مارس ضغوطا منقطعة النظير على القيادة، من بين نتائجها اعتراف القيادي البشير مصطفى السيد بجرائمه في حق الإنسانية في تسجيل صوتي. ولم يجد زعيم المافيا بتندوف سوى التهديد بموقف التعامل مع الأمم المتحدة وبعثة المنورسو بعدما فقد أي شرعية وانفلتت الأمور من بين يديه منذ مدة بسبب انفضاح أمره وأمر من يحتجزهم في تندوف ويتسول باسمهم المنظمات الدولية، وانقسم سكان المخيمات إلى فئة مستفيدة من أموال المساعدات وفئة ثانية يتسول باسمها. واستغرب رواد التواصل الاجتماعي بعد نشر مجموعة من الصور توثق لكلمة غالية الافتتاحية بعدما حضرت قيادات ومقربو دوائر زعيم عصابة البوليساريو بالزي العسكري، واستغربوا من غياب المحتجزين في تندوف وباقي سكان المخيمات الذين تم تغييبهم والحديث باسمهم وسلبهم إرادتهم في العودة إلى المغرب وطنهم الأم. أعلنت الشركة الألمانية فولكسفاجن لتركيب السيارات الانسحاب نهائيا من دولة الجزائر وفسخ العقد الذي يربطها بمؤسسة صوفاك الجزائرية. وقررت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاجن تعليق الانتاج في الجزائر حتى إشعار آخر حسب ما ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية. وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن شركة فولكسفاجن قامت بتعليق نشاطها في هذه الدولة الواقعة شمال إفريقيا بسبب الأزمة السياسية الحالية في الجزائر. وبحسب ذات المصادر تستعد الشركة الألمانية فولكسفاجن الانتقال بمصنعها الضخم إلى المملكة المغربية خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويعد مصنع شركة تصنيع السيارات فولكسفاجن الأول من نوعه لشركة فولكسفاجن في شمال إفريقيا والثاني في إفريقيا بعد مصنع آخر يوجد في دولة جنوب إفريقيا.
جدد الملك محمد السادس في برقية تهنئة إلى الرئيس الجديد عبد المجيد تبونة دعوته الجزائر لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين وطي خلافات الماضي والتوجه إلى المستقبل لما فيه مصلحة الشعبين الجارين. جاء ذلك في برقية تهنئة بعثها الملك محمد الثالث لعبد المجيد تبونة، وذلك بمناسبة انتخابه رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. وقال الملك في هذه البرقية إنه على إثر انتخابكم رئيس للجمهورية الجزائرية الديمقراطية يطيب لي أن أعرب لكم عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنياتي لكم بكامل التوفيق في مهامكم السامية. وأضاف الملك أنه إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين على أساس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو أن تتفضلوا صاحب الفخامة بقبول أصدق عبارات تقديري. وفي هذا الصدد يعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن برقية تهنئة الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري الجديد هي تقليدية وتدخل في إطار العلاقات الدبلوماسية التي تجمع البلدين. وأضاف الحسيني في تصريح أنه بغض النظر عن الخلفيات المرتبطة بانتخاب الرئيس الجزائري الجديد أو بالنسبة للمشاركة الشعبية في هذه الانتخابات أو بالنسبة للاحتجاجات الشعبية المتواصلة في الشارع من قوى الحراك، فإن المغرب يعتبر على المستوى السياسي والدبلوماسي أنه من واجبه أن يقوم بتهنئة الرئيس المنتخب ويتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة. لكن ما بين سطور برقية تهنئة الملك محمد الثالث إلى الرئيس الجزائري الجديد يعتبر الحسيني أن هناك تجديد للدعوة المغربية إلى الجزائر من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين الطرفين، خاصة أن العاهل المغربي يذكر بالرسالة التي كان بعث بها إلى المسؤولين الجزائريين إبان حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، التي أشار فيها إلى أن المغرب يرغب في إنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور مع الجزائر من دون وسيط بحكم التاريخ المشترك بين البلدين، بغية تجاوز الأزمة السياسية والخلافات التي تنخر العلاقات بين البلدين منذ أكثر من عقدين من الزمن والتي أدت إلى غلق الحدود البرية بين الجارين. وسبق للملك محمد الثالث بمناسبة الذكرى 43 للمسيرة الخضراء أن اقترح آلية مشتركة للحوار المباشر والصريح مع الجارة الشرقية لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين، لكن النظام الجزائري القديم الجديد لم يتفاعل مع اليد الممدودة من الملك محمد الثالث، بل لم يعبر عن أي موقف رسمي تجاه المبادرة. وأوضح الحسيني أن القضايا المعلقة بين المغرب والجزائر تهم أولا البحث في مسألة إغلاق الحدود بين البلدين التي ظلت مغلقة منذ سنة 1994 بمبادرة من السلطات الجزائرية كرد فعل على قيام المغرب بفرض تأشيرة على الجزائريين. كذلك هذه العلاقات ترتبط بموقف الجزائر من قضية الوحدة الترابية للمملكة الذي كان ينبغي أن ينعكس إيجابيا في هذه العلاقات من خلال تطبيق مبدأ الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة ودخول مرحلة جديدة تطبعها المصداقية والشفافية والتعاون الاقتصادي الذي سيؤهل المغرب الكبير إلى الاندماج. وعبر الأستاذ الجامعي عن اعتقاده بكون هذه الأخيرة إشارة واضحة في هذه البرقية، مشيرا إلى أن استمرار نفس النسق والنمط الذي كان يمارس في عهد الرئيس السابق بوتفليقة سوف لن يقبل من المغرب، وأن أي علاقات مقبلة ينبغي أن تكون قائمة على الثقة المتبادلة والحوار البناء، ليس فقط في مصلحة العلاقات الثنائية بل كذلك لمصلحة البلدان المغاربية. وأشار إلى أن الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبونة لم يدشن العلاقات المغربية الجزائرية بشكل مناسب حتى قبل انتخابه كرئيس، لأنه أولا ابن المؤسسة العسكرية وبامتياز، واختير قبل 15 يوما من الانتخابات الجزائرية على أنه سيكون خليفة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، لكن أكثر من هذا هو الرجل الذي أفصح في لقاءاته الصحفية وبلغة غير سياسية وغير دبلوماسية وبشكل غير لائق عن نوع من العداوة تجاه المغرب عند مطالبته الرباط بتقديم اعتذار رسمي مقابل قبول الجزائر فتح الحدود.
وشغل تبون منصب رئيس الحكومة في ماي 2017 خلفا لعبد الملك سلالة قبل أن يتم إنهاء مهامه في غشت من نفس العام، وتم تعيين أحمد أويحيى خلفا لها.